دير الزور هاي الصناعة، هذا ما حله بمئذنة جامع التقوى بعد استهدافه من قبل عصابات النظام. حسبنا الله ونعم الوكيل. انهيار المئذنة جراء استهدافها من قبل مدفعية الجبل. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذه المئذنة ليست الأولى ولا الأخيرة، هناك عدد كبير من المآذن في طائلة الاستهداف من قبل عصابات النظام الصفوي. دير الزور 2/7/2013.